فشان يا تأليف القلوب وجمعها وسائل غيري في الحقيقة ما فتي بأخذ عزيز قادر سوف أحميها إذا هم أشقاهم لأمر ناغتي وإن صواع الملك أعرف سره وأكشف أسرار الخبا والسريغة عفى الله عمن جاوز القدر ناسيا إذا كان محفوفا بحسن الطبيعة عفى الله عمن غرف الذنب جاهلا عفى الله عمن تاب من بادي ذلتي عفى الله عمن غرف الذنب ناسيا فلما استبان النور عاد بتوبتي وجبت بلهاد الله شرقا ومغربا بذرت بأغطار الأعاجم حنطتي دخلت قلوبا لم تر الله خالقا فصارت بفضل الله من أهل وحدتي وحين عرى العنقاء بالسهم قد رمى أصابت عبيدا صار نعم الرمية وآونة ترمي حراء بسهمها فأصبح مملوكا وتلك مليكتي وعاهدتاني كتم أسراري سرها فصرت أمينا والأمانة حملتي تعهدتاني بالرعاية والقراء فصرت كريما والكرام بحانتي تعهدتاني بالرعاية والقراء فصرت كريما والكرام بحانتي وآثرتاني عن سواي بقربة فصرت خليلا قد رضيت بخلتي تبارك من أفنى الفنا ببقائه أزال غشاوات بنور فتيلة لذا فبقائه من قديم بقائه كذلك نوري من عظيم الأشعة فأركع تعظيما وأرفع شاكرا وشاهد ما بغيه في رفع هامتي وفي الحانة الكبرى أرى الجمع ساكنا وقام رسول الله يخطب جمعتي وفي الحانة الكبرى أرى الجمع ساكنا وقام رسول الله يخطب جمعتي تجلى إمام الكائنات بنوره
لعلى بيت البني تجل بما يشفي الصدور كرامة فقلت يسيرا والمعيب يعيبني تجلى فارد الجاهلين أعطاه وأومض عند البارغين يصيبني تجلى فقال الجمع ما فوق الذرى فقلت ولا أدري تراه يريدني فقيل وهل تبغي الزيادة بعدها وهل غير الكريم يزيدني فإن لي الأخرى وجدي قدوتي الأنوار وهي تذيبني وما شهدوا لما شهدت كما له كيف الكريم يصيبني بنيتكم بخس الجواهر حقها قربايا منه تفيدني إذا ركب المغبون ألف مطيتي ليجمع فيها كيده يكيدني لمات ولم يبلغ مناه وهو بعدها تبارك معبود العبيد يعيدني فيا ليت أرباب الفهوم على هدى ويا ليت مستمع الحديث يجيبني فلا جدل بين الصحيح وضده
القرآن يفيدني فجدي يا من ورث العلوم العلوم جميعها ولم يكن مغطوع الوتين يريبني